أحضروا قلوبكم أحضروا قلوبكم أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب حتى ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم جليل نقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا أملأ به الكون نورا وأكله يتيما وأطهر وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه اللهم صل على محمد.
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قولوا رجعنا بكل خير قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب.